النوع اللي معانا الأخير اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو الكلاستر سامبل اللي هي المعاينة العنقودية. في عندنا نوعين، كلاستر سامبل مرحلة واحدة وكلاستر سامبل على مرحلتين، والاتنين ممتازين في البحوث الطبية الحقيقة يعني كده كده. طبعا زي ما انتم عارفين شغلنا كله بالمعادلات والإيكويشنز، وبيهمنا احنا أساسا 3 حاجات. نمرة 1 تقدير التوتال للمجتمع، نمرة 2 تقدير المتوسط بتاع المجتمع، نمرة 3 تقدير نسبة صفة معينة موجودة في المجتمع. باستخدام الـ3 دول عاوزين نطبق فيهم الكلاستر سامبل، سواء كانت مرحلة واحدة. كلاستر جاي من كلمة عنقود، زي عنقود العنب بالظبط كده. ففي عندنا مجتمعات بتبقى تشبه العنقود بتاع العنب، كذا عنقود عنب، فبناخد منه عينة مباشرة كلاستر مرحلة واحدة، أو بناخد عينة الأول من الكلاسترز وبعد كده بناخد عينة من الكلاسترز اللي هي تم اتخاذها بقى، تم اختيارها قبل كده يعني كده. في عندنا طبعا الايكويشنز بتاعت كل حالة موجودة معانا، موجودة في الباب بتاع الكلاستر سامبلينج والتو ستيج كلاستر سامبلينج. الاثنين بيدوني المعادلات بتاعتنا، والاثنين بنقدر نطلع منهم نمرة 1 التقدير نفسه، نمرة 2 الستاندرد ايرور للتقدير دوت، نمرة 3 ازاي اعمل كونفيدنس انترفال للبارامتر اللي انا عايز اعمل له التقدير دوت. ده موجود معاكم، و بدءا من بيج 479 تقدروا تتبعوه طبقا للايكويشن دي موجوده وطبقا للتقدير المطلوب. في عند كده بعد كده اكسرسايزز في نهايه الشابتر دوت على ازاي اخد عينه بالتفصيل كلاستر، سواء كانت مرحله واحده او مرحلتين. نمره 2 ازاي اقدر اعمل تقدير للبارامتر اللي انا بشتغل عليه، سواء كان عندي متوسط او سواء كان عندي مجموع او سواء كان عندي نسبه. عندنا امثله واضحه بالتفصيل بتبين الخطوات بتاعتنا ايه، وبناء عليها بناخد السامبل بتاعتي بطريقه الكلاستر، وسواء كانت 1 ستيج او 2 ستيجز، وفي نفس الوقت بقدر اعمل الاستيميت ككونفيدنس انترفال للبارامتر الموجود معايا.